خلال إقامتها ببكين العاصمة الصينية، زارت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نور سور الصين العظيم. وبعد وصولها السور، تجولت السيدة الأولى للبلاد رفقة الوفد المرافق لها مختلف أجزاء السور الذي بني منذ آلاف السنين، حيث الأبراج والقلاع. ووصفت السيدة الأولى السور بالعظيم، وقالت إنه يعبر عن شعب عظيم. هذا السور العظيم الذي يمتد طوله إلى 2400 كيلومتر واحد من عجائب الدنيا السبعة. هذا السور الذي بني في الأصل كمشروع دفاعي عسكري متكامل في القديم، أصبح اليوم وجهة للسياح العالميين ومصدر دخل للحكومة الصينية، حيث يتوافد إليه السياح من مختلف بقاع الدنيا. وفي ختام زيارتها، خطت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نور كلمة في سجل الزوار، أعربت من خلالها عن سعادتها لزيارة السور العظيم، هذا المعلم التاريخي والحضاري الذي يجسد قيم العمل والتحدي وإرادة الشعب الصيني الصلب، كما أعربت عن إعجابها وتقديرها للشعب الصيني الكريم بتاريخه العظيم. وأخيرا، قدم المسؤولين من تسيير السور الصيني العظيم هدية إلى سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نور عرفانا منهم لزيارتها لهذا السور العظيم.